السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الأعزاء بناتي العزيزات. درسنا اليوم هو المشهور القائمة الأسطوانة القائمة حساب حجوبي. تعرفنا في الشريط السابق على ماذا؟ على حساب الحجوم واحد، يعني ماذا؟ جدول قياس الحجوم. إذا الآن ما هو حساب الحجوم إذن؟ سوف نتعرف على ماذا في هذا الدرس؟ وما علاقة هذا حساب الحجوم بالمنشورات القائمة والأسطوانة القائمة؟ إذن أول وقبل كل شيء لاحظوا معي هذا المنشور القائم، إنه ماذا؟ متوازي المستطيلات. قاعدته العليا والسفلى عبارة عن مستطيلات، الأوجه الجانبية عبارة عن مستطيلات، واضح لحد الآن؟ إذن كيف سأعرف الحجم؟ ماذا أقصد بالحجم؟ ما هو حجم المنشور القائم؟ الحجم أبنائي هو الحيز أو الفراغ الموجود داخل المنشور، هو الحيز والفراغ الموجود داخل المنشور القائم، ذلك الحيز. فإننا نقوم، لاحظوا معي جيدا هنا، نقوم بتعبئته بماذا؟ بمجموع من المكعبات المتساوية. لاحظوا، عبئنا هذا المنشور القائم الذي هو متوازي المستطيلات بمجموعة أو بمجموع من المكعبات، فيكون بهذا حجم المنشور القائم هو عدد المكعبات الموجود بداخله. ماذا؟ حجم المنشور القائم هو عدد المكعبات الموجود بداخله. باختصار، لإيجاد حجم المنشور القائم يكفي أن نطبق القاعدة التالية: حجم المنشور القائم يساوي مساحة القاعدة في ارتفاعه. إذن حجم المنشور القائم هو مساحة القاعدة في الارتفاع. مثلا هنا المطلوب إيجاد حجم متوازي المستطيلات بحيث طوله غرونتال، الطول يساوي 5، يعني 5 سنتيمات. سأحدد وحدة القياس 5 سنتيمات. عرضه بتيتال تساوي 3 سنتيمات، والارتفاع يعني المسافة بين القاعدتين اش 6 سنتيمات. بكل اختصار وبكل سهولة سوف أطبق القاعدة التي ذكرتها سابقا، بأن حجم متوازي أو حجم المنشور بصفة عامة مساحة القاعدة في الارتفاع. عندما أقول متوازي المستطيلات يعني ماذا؟ القاعدة عبارة عن مستطيل. إذا فمساحة المستطيل كما نعلم هي الطول في العرض، ولإيجاد الحجم الطول في العرض في الارتفاع، لأن الحجم هو مساحة القاعدة في الارتفاع. Grand L و Petit L و la hauteur. سوف أعوض كل مفهوم بقيمته. مثلا عندما أقول 3 يعني العرض، 5 الطول، 6 الارتفاع. إذا 3 في 5 في 6 تمثل ماذا؟ حجم هذا متوازي المستطيلات، 90 سنتيمتر مكعب، وحدة قياس ماذا؟ الحجوم التي ذكرنا في الحصة السابقة. عندما أقول 1000 و 1000 و 6 و 2 يمكن أن أغير ماذا؟ رتب هذه القيم، لأن الضرب نعلم أنه تبادلي. عندما أقول الطول في العرض في الارتفاع هو نفسه العرض في الطول في الارتفاع، هو نفسه جداء الارتفاع في الطول في العرض. يكفي أن أقوم بحساب جداء هذه ماذا؟ الأبعاد، الطول في العرض في الارتفاع، لأن أبعاد متوازي المستطيلات نعلم جيدا أن هي ماذا؟ الطول والارتفاع والعرض. الآن أبنائي سوف ننتقل إلى تطبيق القواعد الخاصة بالمنشورات القائمة. سأبدأ أولا بالمكعب، لاحظوا معي المكعب. ذكرنا سابقا بأن المكعب كيف هي؟ طوله وعرضه وارتفاعه متساويان، كلها متساوية، والأوجه كلها عبارة عن مربعات. واضح أم لا؟ إذن لإيجاد حجم المكعب، حجم نعلم أن الحجم ماذا يساوي؟ مساحة، فوليوم، نرمز الحجم بالفوليوم. ماذا يساوي الحجم؟
مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة عبارة عن ماذا بالنسبة للمربع للمكعب؟ القاعدة عبارة عن مربع، ونعلم أن مساحة المربع هي الضلع في الضلع. كوتي فوا كوتي وبيان كوات في الارتفاع، ونعلم أن الارتفاع له نفس قياس طول الضلع، إذا تبقى دائما نفس القيمة هي أ. إذا باختصار أبنائي، حجم مكعب طول ضلعه أ هو أ في أ في أ، الضلع في الضلع في الضلع. مثلا إذا كان قياس ضلع مكعب منشور قائم مكعب هو يساوي 5 سنتيمتر، إذا فحجمه ماذا؟ الضلع في الضلع في الضلع يساوي ماذا؟ 125 سنتيمتر مكعب، 125 سنتيمتر كوب، لأن هنا لدينا وحدة قياس نسبة لطول الضلع المكعب هي السنتيمتر. ننتقل الآن إلى منشور آخر منشور آخر اللي هو متوازن المستطيلات. نعلم جيدا كما سبق أن ذكرنا في المثال السابق أن حجم المنشور القائم هو مساحة القاعدة في الارتفاع، ولهذا فحجم متوازي المستطيلات دائما تطبيق القاعدة مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة قاعدة متوازي المستطيلات، القاعدة عبارة عن ماذا؟ عن مستطيل، ومساحة المستطيل الطول في العرض، ولإيجاد الحجم نضرب هذه المساحة في الارتفاع. ولتطبيق ذلك نعود إلى ورقة حساب الحجوم. مثلا سنأخذ مثال حجم نبحث عن ماذا؟ عن حجم متوازي المستطيلات طوله 10 متر، عرضه 4 متر، ارتفاعه 6 متر. كما ذكرت لإيجاد الحجم يكفي أن أحسب جداء هذه الأبعاد، أبعاد متوازي المستطيلات يعني الطول في العرض في الارتفاع، أو العرض في الارتفاع في الطول، أو الارتفاع في الطول في العرض، لأن الجداء دائما نقول ضرب تبادلي، والنتيجة 240 متر مكعب. لماذا؟ لأن وحدة قياس الطول المتر، وحدة قياس العرض المتر، وحدة قياس ارتفاع المتر. جيد، وهنا بصفة عامة القاعدة أو الخاصية بصفة عامة لحساب حجم المنشور القائم هو جداء ارتفاعه ومساحة إحدى قاعدتين، لأن لدينا في المنشور القائم قاعدتان متماثلتان متطابقتان، يكفي أن نحسب ماذا؟ جداء الارتفاع ومساحة قاعدة أو مساحة قاعدة في الارتفاع كما ذكرت سابقا. الآن ننتقل للأسطوانة القائمة. نعلم أن الأسطوانة القائمة قاعدتها عبارة عن ماذا؟ عن دائرة. عن ماذا؟ عن دائرة. لاحظوا معي جيدا، الأسطوانة القائمة، القاعدة العليا والقاعدة السفلى كلها عبارة عن دوائر لها نفس الشعاع، واضح أم لا؟ ننتقل الآن إلى القواعد أبنائي. كيف نجد حجم أسطوانة قائمة؟ بطبيعة الحال الحجم هو مساحة القاعدة في الارتفاع. كيف سنجد مباشرة حجم أسطوانة القائمة؟ سنطبق هذه القاعدة مباشرة. حجم أسطوانة القائمة، لاحظوا معي جيدا، هي مساحة القاعدة في الارتفاع. ما هي مساحة قاعدة أسطوانة القائمة؟ القاعدة عبارة عن دائرة، إذا مساحة الدائرة هي ماذا؟ الشعاع في الشعاع في بي، في ماذا؟ في الارتفاع. إذا بكل سهولة نطبق هذه القاعدة لإيجاد ماذا؟ مساحة حجم الأسطوانة القائمة. إذا مساحة الأسطوانة القائمة هي الشعاع في الشعاع في بي في الارتفاع. سأعيد سأذكر مرة أخرى أبنائي، انتبهوا معي للمكعب. حجم المكعب في الضلع في الضلع في الضلع، كوتي فكوتي فكوتي. حجم متوازي المستطيلات، الطول في العرض في الارتفاع، لونغور فوا لارجور فوا لاوتور. المنشور قائم بصفة عامة الحجم يساوي الارتفاع في مساحة قاعدة أو مساحة قاعدة في الارتفاع، نفس الشيء. وأخيرا حجم أسطوانة القائمة هي ماذا؟ في آر فوا آر فوا بي فوا أش، شعاع القاعدة في شعاع القاعدة في بي في الارتفاع. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، وبالتوفيق للجميع.